يوم كان دورة 23 للمعرض ديال الدواجن بعد واحد الوقوف ديال سنتين بفعل يعني الجائحة ديال كورونا. فهاد النسخة هي جد مهمة وجدت واحد حلة جديدة ويعني العارضين واحد مجهود كبير. فبغيت أولا نشكر المنظمين فيدرالية المهنية للدواجن اللي كتسهر على هاد يعني على هاد المعرض واللي كيلعب واحد الدور جد مهم في ترويج القطاع وكذلك واحد العمل اللي هو مهيكل لهذا السلسلة. هاد السلسلة هي اللي هي جد مهمة واللي الدولة كتعطي لها واحد الأهمية واللي عندها واحد المكانة مهمة جدا في يعني الأمن الغذائي ديال بلادنا. فكان يعني الإنتاج الوطني طلع بفضل يعني الجهودات اللي كانت في إطار مخطط المغرب الأخضر والعقدة البرنامج اللي كانت مع الفيدرالية وصلنا ل 690 ألف طن يعني الاكتفاء الذاتي ديال بلادنا. يعني الاستهلاك الفردي وصلنا فيه 19.2 كيلوغرام والسنة وبالنسبة للبيض 176 بيضة السنة. وهذا يعني واحد المجهود جد كبير. واليوم السلسلة كتصدر يعني المنتوجات لعدة بلدان خصوصا البلدان الأفريقية وكتلعب واحد دور مهم. ونشكر الفيدرالية لأن هي جد حيوية في هذا التعاون جنوب جنوب واللي كما شفنا هذا الصباح كاين تكوين ديال الأطر وتكوين ديال التقنيين اللي جايين من عدة بلدان يعني أفريقيا. وهذا هو اللي كيأسس الواحد يعني العلاقة اللي كيكون فيها التجارة وكيكون فيها تواجد ديال الشركات المغربية على الصعيد ديال الإفريقي. فمن هنا ل 2030 إن شاء الله كاين واحد الرؤية جديدة اللي كتنبني على النتائج الحالية باش يكون باش نركزوا على التثمين ديال هذا المنتوج باش نتحكموا في جميع الحلقات ديال هذه السلسلة وكذلك باش نعملوا على تحديث القنوات ديال التسويق وكذلك تعزيز السلامة الصحية والمحافظة على الطاقة الشرائية ديال المواطن ولكن كذلك الدخل ديال المنتج. ارتفاع الأثمان ديال الدجاج 25 درهم البيض درهم و30 اش ممكن تقول لنا المواطن كيسول هذا السؤال؟ Nous sommes au Maroc depuis quelques jours dans le cadre du Salon Avicole, la 23e édition que le Maroc organise chaque année, pour voir l'expérience marocaine en termes de développement de la filière avicole, nous inspirer de leur expérience et voir comment est-ce que nous pourrions asseoir un partenariat technique et avec le secteur privé marocain, mais également voir un peu comment nous pourrions renforcer notre partenariat avec le gouvernement marocain. Donc nous sommes impressionnés par ce que nous venons de voir, parce que la filière avicole fait partie au Niger des trois filières sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans une perspective générale de modernisation de notre élevage et l'aviculture est un des programmes que nous souhaiterons très rapidement développer. Mais en plus de l'aviculture, nous savons que le Maroc a une grande expérience en termes de production laitière. Donc nous allons également examiner, nous avons pu examiner avec le ministre cette question également. Et nous allons asseoir très rapidement aussi et un cadre formel de partenariat. Des experts marocains vont se rendre à Niamey et pour voir faire un état des lieux et voir comment est-ce que très rapidement nous allons débuter ce partenariat avec le gouvernement marocain mais également avec لو سيكتور بريفي. تواجدوا اليوم في معرض افتتاح الرسمي في معرض ديال الدواجن يفتتح صباح اليوم السيد وزير الفلاحه بمرافقه السيد وزير تربيه الحيوان في جمهوريه النيجر مصحوبا كذلك بسفراء الدول ديال جمهوريه مالي وجمهوريه السودان ومملكه ماليزيا.
هاد السنه المعرض جا فواحد الظرفيه صعبه شويه بالنسبه للقطاع ديال الدواجن وديال انتاج البيض، ظرفيه صعبه لان المربي عانى كثيرا هاد السنتين من عن طريق الظرفيه ديال كورونا في 2020 و2021، وعانى في 2022 ارتفاع المواد الاوليه التي تستعمل في انتاج الاعلاف، ما زاد كما يقولوا طينا بلا ان كورونا كان الاثمنه كانت بخسها وكانت اقل بكثير من الثمن ديال التكلفه، زاد هذا المشكل ديال الاعلاف اللي عرفنا بان 90 او اكثر من 95% من الاواد الاوليه المستعمله في انتاج الاعلاف كلها مستورده من الخارج. دونك دابا حاليا المربي يعني كيوجد واحد المنتوج ديال الدجاج تقريبا في واحد كيلوغرام يعني في واحد التكلفه ديال 16 درهم و16 اونص حاليا، تقريبا هذاك هو الثمن باش كيتباع في الضيعه.